بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة يا شقيمة بدن اي تي في كان شمالي جنال ملك استودك جوكتان دوني دعالة ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شقيمة بدن وكسو دواء برنامج كان الشريعة ذا إيه بلشدة ومالي كستو تلاذا ساعدنا وكلاسيتو سيدين كيمني استوديو شمالي جنال امقالة لندن. برنامج كان سو مركز تانكو فلان قينو موضوع عن اسلان هاي بوشدو وحي وقبتا باهي ان اي وحكو اوغاتو اما اي وحكا براتو برنامج كان ما انت وحنكو سو قادن دورنا رنتي موضوع عاد مهموة موضوع عاصو اه تاغيرا دا ان دهلا ايو خطرتا اما سامين تا ايكو يولن اي سو بلشدا حقا دينتا اي حقا دقان كا اي حقا جريتان كي دبا ايان ما انت كاها لدورنا ايو اما تقانا تاغيرا دا ان دهلا امركان لينا الوجهن دو وحلوق عربي الوير هذو تعصب كا قفك وميل معينة او تعصبه marka waxaan feerin doonaa dul istaagi doonaa in asbaabta keenta iyo waxyaalaha lagu garto mataqaana inay tacasubkaas ama taagada indhaha iyo waxyaalaha ka dhashay natiijada iyo cidda ka faa'iideysata iyo qaabka lagu daaweeyo ee looga bixi karo intaas ayaan maartay maanta barnaamijkeena kaga hadl doonaa waxa studio Soomaali Journal la jooga oo noo soo diyaariyay barnaamijka in shakh ka mid ah culimada Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed waa Dr. Cabdinuur Maxamed Maxamuud دكتور عبد النور محمد محمود وإمامك يخطيبك مسجد كويا لا ودن كنوروي ولا إلى هذو دار الإيمان إسلامك سنتر أيوك يهي إمام يخطيب كسلو دكتور بارك الله فيك أخي محمد جزاك الله خيرا حفظك الله بارك الله بارك الله فيك واحد من أنا أنه دكتور مركو هرينا بل نوقي حظو تعصبك واحد لو هذا عربي ama hadaan Soomaali u dhawayna adahno taageerada in dhaxla ay qofku uu wuxuu iska taageero maxay tahay macnaha marka waxa loo jeeda a'udhu billahi samii'i al-'aliim min ash-shaytaani ar-rajiim bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله جزاك الله خير أخي محمد وبارك الله فيك تعصب ولا تعصب كسيدي سبب اللغة العربية وحلول هذا كلمة تعصب وشدة أما أضيق أيالي لهذا اللغة العربية وحكستو أضيق وتعصب لهذا marka markii hadda aynu ka hadlayno asabiya qowmiya ama qabiliyo kale ninka ama qofka waxaa ku hareereysan caayiladiisa iyo usradiisa marka wax kastoo qofka ku hareereysan ayaa tacasub la yidhahdaa walihaada cumaamada madaxa ku duuban carabtu waxay u taqaanaa alcasaaib waxaa kugu daliila ilaahay qur-aanku ku leh subxaanahu watacaala nabiyulaahi luut marka laga sheekeynayey haada yowmun casiib يعني هذا يوم شديد وما لنا أذو أذقوي مركا التعصب معنيس وحويان قف أذق أو أن رأيك الأقبلين وحو تعصب يا أمو وحا ومقرانة ساي تاقيريو سين دلا أن عدالة كتشرين أن كتشرين كفيرس كتشرين إنصافي قرصور كتشرين أيو وحي أقادنا يا من المقليو من الراعيو وحا كليك سور جيدا كتعصب كمعنيه سوقودهان وأضيق يا حقا أولديدو وهل وحنا نوع مجالس الله تعصبه يقفك أو متغير إن على مركل ليه معناه حلو جدا ده عن قرية قرد الربا قرية قرد الربا وحي كو تغير أما الدفاع أما ولا حلا وها وتعصب يا أيو تغير يا السجا أن هبي يراده أن مجرد ساي يجين عقله يا عدالة يا حق من ده يجين وحي وتعصب يا نقول استريا oo mar raba inuu dhageysto hadda mithaal ahaan haddaan soo qaadno oo kale galbeedka cadaawada amase miidiyadu islaamka iyo waxay ku tusinaysaa mabaadida islaamka ee wanaagsan oo tasaamuxa iyo raxmada iyo ma yaqaanaan marka asbaabta keenta ka mid tahay jahliga qofkuusan garanaynin marka inuu dhageysto ma warrabo khalaas waxbuu ku qancay wixii buu raacayaa marka tacasubku macnihiisu waa dhinac ubayd aan una qofku aqbalaynin jaanibkii kale waxaa jira una aqbalayn suwan xaqa fiirinin yani marka haddii aan marka fiirino marka tacasubka ama taageerada indhahla
طبعا وحين نقول كرتها دي دان عكس تجلي كرتها هنقطه دان قبيل أما دان أرور أما دان ديجان وحدوني هنقطه مركا وحيالها كينا أن قفكو إنو ست إن دال أطايرو دان حاكم إذا سألون كرتها طبعا يعني وحيالها تعصب كسيدي سببها وقفكو يحو تعصبه أسباب بضم باكينتا وحاكم إذا جهلي قاو وهري حقيقة قفكو مركو جاهلي هاي ونن عاقبته أمورته وحل هذا أمس وحيالها أمورته كل ما تو جاه جاهل كيها هي وحبو يوسك قبسنا يا من إيجيو وحاو قبصدي موح ونكسن وخير كي من بع مسوا مسوا وحن وحكم إذا قفكو إنه ذات ذي سوا حاو تعصب يا لويناني قبيله تعصب يا وحوارك يا قبيل ذيسو إنه يدرك كلا قوالك كلا إنه كفي عن تهي ويكون أكسن تابو أركيا حزبي أما سأرر بو تعصبيا وحو أركيا أرر كيساس إنو يهي أرر كوفي عن أما لراعو أما لطاقيرو وحا وإنكيرا يا وحكستو خيرا أو كوك ليليهين إسنو حصاريا أما إضافينيا وحكستو خيرا يو إضافينيا فرعون يعني مثلا وحا مركة تعصب بلغها الله نفتيس ذاتيس أو تعصبي نفتيس لويناتي إلا أولا دا سوق رابكو شاقي ما أريكم إلا ما أرى أنا وحان أركو أمبا إذن كون آت سمين سانو أنا إذن أركا إن آت سمين سان حقا أملي ذن وإن أوحاد كبيران وحا كم إذا قفكو إنو مقدسو وحا أو تعصب يام وحا أو تاقيري إنو مقدس كالليو أو كوحد قدبو أما حزب أرها هادو أما رولها هادو أما قوميدها هادو أما قبيلها هادو أيا كم وحا كم إذا قفكو إنو داهس كتيرو بل واحد كله إنه دقيسته أو مغلو إنه إسكان دتره أيها كم ذو حلا غريب كان إنه أرنا واحد كم ذا أفكارها مركّل لقى شكله نبى أفكاره تعصب حكولها إنه دقيست مرة يعني واحد عصوستها بري حربان مركّل حرت الله مثل حلولها قلاسي ووهابية لله مركّل حلولها هب حبها كده دقيسان نقيق بأفك يا كصوبها إنه هذا مركّل هدوك وقلو مسون قريسي مركو حلقا فوقين يا يعني حلقا فوقين اصلا ان ادو خي دغيسته يعني وحا كميدا نك هدا نين اصحابيا طفيل بن عمر و خول مركا مكه يمد بي قورده قريش مغالك قبيله كركيد مرحبا نبي انو دغيسته مرحبا صلى الله عليه وسلم و خي دهن بودين نو عاسا جوغو ساحر او ددكا الا مركي دنب و خول ان دغه ان عضب كشد لبد دغود سان او مقلين او فيرسو مركي دنب انا اصلا يابي ودي ودي ورن عاقله تهي شركة خيرك ما كان جري السلمية محاط لقى فرائس وقل أضعود بيسك جري سي مركا واحد دري ميسا وجهلقة قفك وحا وتعصب يا مو تاجري ولوي نادو وأسباب بدن وحيله كم ديهن أيا كان يا قفك إنه يسكن كترامة وحي كلا إنه نجست مركا تفرس وبلشين نسمع هذا لبا لنعبه وحرب أنا سببته حق هذا مركا كنا قلنا waxaad oran maxaa ay kula tahay Soomaalida sababta ugu waan qofku inuu in dal aan wax u taageero way tahay adigoo ka duulay laba qolo jahilinta kuway wax aan aqoonin iyo kuwa wax yaqaan oo cilmigi aqoontay leh laakiin tacashbki u jiro maxaa sabab aad dhigtaa haqiiqatan yaani waa su'aal muhiim ah jidan laano inagu umadeen haqiiqatan waxa halka gaarsiiyay waa taageerada in dhala way taageerada in dhala ba waxay ina marinaysa in aynu dadka ضلك طبعا هذا خطرت الجلسي وين أقنع وبابا طبعا كل التجنين كي تفرارقة بعد ما أنت هصوصنا دولة يمد لها هذا أنا هذا ما أنت لاقى بسمين مقرن سايي تولو يقبل ير مركها وحويان وحيله كنتي ويان مقرن تعصب كا أمسى تاجر ذا إن أهله مركها وحا هو وين ضد يودن جاروته qof dan gaar wata oo dantii ku gaari waayay dariiq sharci ah dantii uu rabay inuu gaaro dariiq sharci ah ayuu ku gaari waayay marka wuxuu isticmaalaya maadaama mujtamaac uu yahay mujtamaac u dhagan nugul oo ama jahliha haato ama magaranaysay arintaas oo ku imtay marad iska cudur iska noqoto ha noqoto marka dad ashkhaas oo dan wata waa ko mushkilada labaad ee jirta waxa weeyaan dad baa jira oo arka haddii waayaan waxay ay u taageeraan ama qabiiladu kale markaan ka soo qaadno qabiiladu wax la yiraahdo kale aan isla chance kale ma helisan oo cilmi meena baran
خبرات كلام ماله مركب غوار كا واحد كله كبد بعد إسقى الشخصية دي سووا حق كتيرة هاي تعصب كا قبل قا إنه سي وضع أو سي شرو لأنه هدي كله راح وكبر حياة وحلا يا باي مركب إنه شام عليها إني سعودي وكمان كان تقني فوحان رأي أضياشي ووينا يدتك ووينا أو كشقيني شقوين خاصه أنا أحلى فراش وكل يعني شاو صاكرنا يا ويحبوا كشقين يا وين ودي نحن ورا محدات كان أنا ودي نينك داد وين يوضيقا ومقدس أهم ببها أدبا لو وينيني توحير هذا المركة ويكي سينا كان وحوليقا حفيزكو فرياء إساقينا شاهو شوبي مركة ودي نحير هذا العلم المنبرا لكن أنا تا نقوم تشرت عاصمة دي با دي دي إلا احترام داتكي مقرس علمي قالها مركا كي لو حوضتك كم معمولية وكوه قامنية كليا وحي وبرتي إيادا موية وحكا لو سجرانين أن وحكا لو سن أكاترين مركا هذا معنا خطروي مركا بوح الله لها مثلا يعني ضدك قبيلك تاغيرا قبيلك سيدا لها أو تاغيرا أرمتان أبابولي وضد أن فرصة هلين إن ضدك هو قاميان أما إجاكا كهلان إن قبيلك قران موين حقيقة ها نعم نعم ضدك قبيلة تاغيرا صوماليا وحاكم إذا dadka ku fashilmay inay wada kale wax ku helaan dadka fashilintiina way fashilmeen shahaado wax ku helmayo khibrad kale oo taqaana Europe tan hada caalamkan joogno qofka course ba la gelinaya xirfad ba la baraya marka Soomaali qof markuu waayo una xirfad lahayn ama geeljuruba iska ama meelaha buu ka sheekeyn jiray ama markii hore marka wuxuu dareemaya kaliya inuu helo interest iyo inuu helo qabiilay inuu helo marka waa dadka جاهلين تا يدتك فاشلين تا دتك مخادعين تا مخادع حقوا يدتك كوربشن كا دوني يعني حق إنه حكم معمولا مسق ما سقى قف كحق مرهبو عدالة مرهبو مرهبو مقرنا يساعي قصور مرهبو مركب سوى حكوه ليا إنه استعماله قبيلة ده ويا قبيلة ده وين دلاله هاي وين دلاله هاي حق ميجيسو شرع ميجيسو كلي وحيجي سنين كاسي سكبها بنا هاي سكورها بنا dibaatada nahaysan wasa hatta waxa waxyaala gariib ka arkay waxa kamida nin aan cilmi lahayn haba yaraade khibrad lahayn hatta diin aan lahayn oo dad dhan inta uu rursaday ay ku xeersan yihiin oo ay magaranaysay uu hoggaaminayo kali waxa ku hoggaaminayaan laana waa waa qabyaalad marka macnaheedu dadka ka faa'iideysta qabyaalada waa dadka fashilmay dadkan waxba baranin dad ka magarada musuq maasuq jacal inay wax baadaan ay xaq u lahayn door waxa soo dhan waxay ka faa'iideystaan ay ku koraan bay'ada yani taageerada indhaha la ay ku koraan mithaladu aad bay u badan yihiin hatta yar waxaan aragnay oo aniga u soo joogay dad magaranaysa hatta waxyaalo asaasi ah oo sharciyada islaamka gaalnimo keenaya ku tuntay oo marka aad mesela diinahan looga hadlagu leeyahay oo maxaa looga hadlayaa magaranaysay kuwa badan oo markaaba waxa soo meeshi soo baxaysa asibi diba imanaysa marka mujtamaci hatta diintisi iyo wadanka hor u baabay mujtamaci u baabay tafaraq waa dhacay hatta diintisi aqeedadii ba khatar galisa marka hadaan hadda aanu kasoo qaadano mithalada taageerada indhaha way badan tahay laakiin hadaan kasoo qaadano laba qaybood oo ah Soomaalida inagu badan inaga oo ah qayb qofku inuu iska taageero qabiil waa reebil kaliya inuu ku taageero ama qayb kamida inuu ku taageero qofku ur reebil ba tahay ama ur reebil waxa u badan reebil maxad macnaha oran lahayd taas way keentay oo macnaha bulshada way xaqiiqatan labadaashay waxay keenin mush faqad in ay dalki baabiyan tabaan inuu hadda weyn warana oo wax waaqaca 24 sano ya ummadu muslim bay ahayd dal bay lahayd ay iyagu caan ku yihiin oo macruuf ku yihiin oo xuduud leh ilaa hadda way yihiin muslimki wali muslimki way yihiin ma gaaleen insha Allah waa muslimad oo muslimiin boqolkiiba boqol alxamdulillah laakiin waxaan ka wada tadbiiqa sharciga iyo ku dhaqanka deed ee mujtamac oo muslim inagu hadaynu ogaanay miisaanka aynu leenahay hada midal afar wax oo ilaahay nimco dadka siiba jira minnimada diinta Soomaalida ma laha yani aqaliyad hatta diin oo kala male ama dad yar oo kala diin kala haysta shiica iyo ma laha hatta sunna madhab hatta male kala oo muslim oo nahayn madhabkaas sunniga ee walibana madhabka shaaficiyada bishaakil aam ka madhab farci oo fiqhiya
حنا بلدا حوغا عيريدو لا دغالاتسو ما كاشا فيدي حتى ولا تاسا لا بربري ما حنا بلدا مذهب ما بالحقيقه يمكن فتره الدنبه جامعات السعوديه ددكو اي واخ كوسوبرتين لكن تقريبا وحلون كره دليل راع قف كينو دليل راع ودليل كو وهذا اللي ما بالعكس لكن فقهي شافعي يا فقه لمده حنا بلا لو بدل سما هذا فقه حنا بلا انت بدل ما اخره لكن وحويان بمعنى جامعات كسعودي ما دام مذهب كحنبلي او سعودي وجر لا شك التاثير بولاي لكن تان كورقه وهذا مذهب حنبلي المغني اركميس لكن منهاج كيبا الاخريا كفايه الاخيار كيبا كتب شافعي الاخريا لكن قفكو نسي دغاله وحو تاغيرين دلا او دليلك وراع لا شك وارن عافيه او عافي ما دوي marka arinta qabiiladu waxay keentay albaabka u furtay waxyaalaha ugu khatarsan ee u furtay ugu waaweyn in uu cadawgii ummada intaan macnaha gaarin baa natiijada iyo waxyaalaha ka dhalay ay keentay aanan gaarin maxaad ku fasiri kartaa yaani taageerada in dhahla ee qof aan jahil ahayn oo aqoon leh in dadka ururada ku jira moogtay gaar ahaan ururada diiniga galiban yaani dadka hoggaaminaya jahil ma marka inuu u tacsubo urur oo uu arko ururkaas cidi aan ahayn inay yihiin dad ee dalal ee bidca oo dhigooda u banaysto oo la dagaalamo tacsubka noocaas oo kale ee taageerada nooc dhalaanta maxaad oran kartaa taa way keentay marka fiirso bulshada Soomaaliyeed yumkin horta way jirtaa tacsubka yani xisbiga ama ururka qofku u tacsubo sidii subna casabiyadu bishakil aam fi nihaaya isku meel bay كون شو ما يساوى نوع حقي أو لقى لي حني ويان أو مقرن ساي لكن قفكو حويان وحكم ده أشخاصته قفك إنه شخصي شخصي إنه مقدس كده هذا الكيس إنه مقدس كده شرع هذا شخصي وحاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يناء وديده وحكم ده قفك إن لويني الشخصية ديسا أو لو واحد قد بر رسول كان صلى الله عليه وسلم أو إلهي كرامي أو سيد ولدي آدم oo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ayuun maalin wuxuu ku yiri wuxuu ilaahay doono iyo waxa doonto uu ka xanaqay nabi sallallahu alayhi wasallam waxa taraabuu ilaahay wuxuu doono uu dhabuur may aan ilaahay baad nasintay buuri quraanka waxa ku jirta itakhadhu ahbaruhum wa rubanuhum arbaban min dunillah rubantood iyo ahbartood nasaaradu waxay ka dhigteen rabbiyaal ilaahay ka sokeey subhanahu wa ta'ala nabigu hadaladiisa u dambeeyay sallallahu alayhi wasallam intuu san geeriyin waxa ku jirtay لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله نعلى اليهود والنصارى وحي كدغتان قبورتي مقابرتي انبيادودا اي مساجد اي ملك عباستان كدغان وحاله وقت اسمحا كميد قفكو انو فاهم انو قاطو اما شيخ اما علمو اما غروبا انو وينيو او او كقاد كانما انين غفين هبل مو يريدها خلاص انو سغاسان كو غو طيب الحق لا يعرف الحق بالرجال ولكن نعم يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق يعني وحويان حق وحال لغو قرطة ما يرقى وحال لغو قرطة حق لكن رقى حق لغو ما قرطة وانا ترى ما هبل هدوية هاي حق ساق الله صعودة وانا ترى حق هرطة وانا تقرطة مركا قفك الرعصة بات قراني سامركا لبات تضغبضان وحويان انا تقف حدا كبحيسو حالا وبضان بيكمتاك قبيلنا حدا كبحسو نين شاعر عربي هرو حولي ما انا الا من غزيته ان غوت غويته وان ترشد غزيته ارشدي وحول انا هرت ري غزيه انا هبولي انا غزيه ماشي مرتان مري هداي هنونتنا وان لا هنوني هداي دونتنا وان لا دومي marka waa taqdiis waxa weey qabiilada soo arkaa inay tahay wax meshay martan mari waa kee su'aalo tiraa bala tolka la qabo baas male حيث البلد تلقى هذه النار وذا قلاد من نار تلقل هذا حق الرع حق الرع هذا الرعوي موقته لكن ترى البلد تلقى هذه ماشي قلاد نار تلقل وتبليس إبليس وحلا الشيطان خدتك وكبابية كم تاي وحكا الشيخ لما انت وانكوحو معي لكن حزبك وكل هذا عوين أرواسا قبير دون ونفس الشيء يعني هذا قفك انو الاحر جهر كم ذا ضد بالا أرورون يا حزبك كلي ميل بالا قفو ليا وحبال لقبو حليا حوار يوم لا لو ما اقول انه ما غلط رايك لو ما اقول وهبا لا الىنيا وحي الا ومركا قفكي كو تغو او ما غران ساي دباته بدن او غيستو نيك حدو مركو فهمو يعني وحاله غريب كي سيرده سلفك لا شيكي خوارج من جيري جيري خوارج او مسلمين تدي جيري مكانين سلفك كميد ايا قوله خوارج قبطي
وحود درامي إنه سكوبت بعدين إلا إنه شيختين مشركين بيهين مويه. مسلم ده ودليل. أدي مسلم شيخته ودليل مركز وحولي أنا إيه أمسبول مركزير من القوم ورقاض وايو مركزول المشركون مشركين تبعنا مركز مشركين تبعنا هاي وحاند وديسنا نابولي نبت قليو قرآن كم حكوا شرطة. وإن استجارك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. يقول القرآن كآخرين هذون المشركين كم يقول نبت قليه وديستو نبت قليه سيدي بيكون بعدين فالفيري نبى مالك وقف شيء مسلمين تي وحكومة بعدين وكليه إن شتان مشركين يعني قفكو إلى حد وقاريو مقرن ساي وخطروا وخطروا ومضى أردن أي وحكومة وجد شريتانك ومضى يا خطر كتاي حقيقة مرك لبا لبا أرمض ونودو إن ومضى الصومالية أي أد ونبتهاي وآه تغير إن ده الآن وحق قبيلك يا تغير إن ده الآن تحقق الرضا قارهان الرضا الدين الرضا معناها لحر الدين يا الرضا إسلامك هي كوا سياسيين يا متقن كوا قبائل بالكوهيان حاجة سجليان نعم إن حد سؤال كرتان نتيجة كرتان اللي سويتها حقيقة معناها خطرت أكويا اللي سو مضى شريتانك هذي يوم مستقبل كذي الدين تدي وحرن أي نقول اسمها أرتوا حقوق خطر صم الحقيقة ويمكن أن سوق هذا كروحة كم ده قفك الدين تيسا أن قفك مو مسلم مرك قارك الذنوب توقاركاد مرمر بيويناتها ذنب يجي سوى أسر كيس ولا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم عهد يجي سوى حاله وتركيز كسره وحكم إذا آد والنبي صلى الله عليه وسلم وديدي شري غلولك قفك ينو غنيمة إنه حاول خيانة خيانة نبى شري حتى مجاهد هاي وآد وده قال بيسال سوى كل مركو لنتي بالله أمانه وحاله لأنك هالسنة خطر وهكان من نبي حوري في النار نار تكو شرابول هدي الله باري وحاله قال معوس أيان أنت غنيمة لا قيمين بو حذي أما أوقاتي إذا لا أم بوقاتي وذنبي لكن مع ذلك نبي سوء دبر جويو خيانة ذا يوم قرن ساي وحان لي رادو إن كوربشن كا أيو ذنبي وقتك ما يغل يأتي بما يأتي بما غل يوم القيامة وحا كم ذا قبل إذا صومالي ما أنت أنا وحنا مسنا هاي حقا أي أولى ذا إلا صي مسألة ذا دينيا وضد كا لا شيءه إن أنا لسيني بنا مسلم هاي لي أثرت هذا أما سنة تجوين كذا شيء قبل يدو وحي كنيسة قف كإنه دين تسا أي خطر كلسه هاي لي نقول حلي صلى الله عليه وسلم نجمد معها قف كي كده قال ما علن أما بنديرد عصا قبيلة قبيلة ذا وحكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم دم عن أحاديث ألف ربض بشيء النبي وحكم الحور قل هكتاجن وهكتاجن ضدك كفانة يا أويال كود أو نار كتشرة جهنم كتشرة هكتاجن إلا إله أكتي سوحي كجا حق كجا حقير نقول دونا يعني محتقرين بنقول دونا سيد حارول الحيوان كان الله نكرامي منطقنا صحراء بنو آدم جه قادة أي إلهي أكتيج سبحانه وتعالى كدرجة خاصين يعني قفنا وكتل ما صلى الله عليه وسلم إنه درجة دي سو إلهي أكتيج وخاصين دونه حيوان كالصحراء ما تقعنا أفكي سو كوقا هذا تاسوا مد وخطر دين إلهي ده أنا حنا مثلا قف كمان تأهم مثلا أنا أتوانا رجني أنا حقيقة هذا أنت هذا يورو شو سقال كيس أنا وحلا هذا خطر على يعني أنا مثلا أنا هدي أن هبدأ أن سوق هذا نوع كله سو مالي هذا arintan qabiilka iyo taaswaadka qabiilku ay keenayaan dadkii inuu kala tago in dulmi uu dhaco in haqi iyo diinta la oogi waayo waxa soo dhin Soomaaha dhibaato diinay waa natiijo wey ee diin ma aha laakiin waa inxiraaf waa kaleexad haqi laga leexanayo dadka waxa maskaxdooda buuxisay caalqooda buuxiyay ee qabyaalad iyo inay u taasubaan قيس خاصة قبيلك أو تقريبا خرافات أنو أنا مسرين وياي هذا واحد ركيسة مثلا هذا لواتك يسانو قفكو مواقف تسويس بدليان نبى ما أنت أوربو تاجرية دينية كسوقات أوركي يا قيس كي أياس خلاف المصالح ذي قرادي وشرع عاي ولها ومجرمين ودين بملا أيا ذاك سوق تاجر لأنه وحاس وافقي هودي قيس كيسة قبيلة دي يقرضها هذا ناس خلافتي مركا واحد أركي ساب مصيبة أركي قف كمركا سوورن وحلو ريجي يا أم وراعي يا قيس كاس يوم جرس قبيلة دا وأمسيه هاي مرح حتى مع الأسف ضد
وشك ونصب شك الدعوة ذا يدين تقدر كيسان حتى علم هذا حتى وحلقة بقفكو إنو الدرامو إنو سن حتى الدين تا وسن كبرانين أما وسن كبر إغيسانين أما وسن إلا نين قويسكي سمو يعني ودين تو مقابيلة دين تو وبرشوي وإخلاص وي وعلم ويان وجاهل غير كينا هدي وأترى وحبان كبرنا يا محاد كفايدة يسن أنصاري مهاجرين أي أصحاب تلوبحي ويكتن قراشي أو سيخزج بيها يعني مقعد دوالة توري بمعنى وحويان يعني مجتمعي تاسورت وخطرة الدينية خطر ديني إلي ذاي مجتمع الصوال وين وقادان أرين تاسي عقيدة ضدك أي تاثير ويقس نسا مدى اللبات دي وحويان يعني خطر كوين انت هنان معناها تن هدى النتيجة أنك بحن وضوه داشن فرصة دونا مردو طيب. وحن ربائنا معناها مركي أنك هالين الدين تا لبك أوكيني شو لأن وحيالها وجدد الشرع الإسلام كوتمد على الشرع الإسلام سبحانه كمدة دين تا إلا إلهي صح الله أكبر وح الله وحي إلى أنت الدين تا لحرة وحويا وجدد الشرع الإلهي سبحانه وتعالى إلى لسوء وتمد وحكم له مركا هدي لنك دين تا لقى سوء قليو تغير على إن الآن تغيرش دين تا حاجة وإيمان يضعف وكان يحط عددك دين تا إلي بدلان تدك إنه يقحان أو أي دعوة ما تقنع إن دين تلقى بدله أما إن عدو وجبان أو يجي لسوق ذا قالوا واحد سؤال سوم أورن كتير حسابه النقضي تغيره إن الآن قبيل كوقف كستو تاجل أما قبيل كسته مسؤولية ده كده لنا زين تجده وحمبارة يا سوم أورن كتير نعم حقيقة أرين تاسي حتى مركه هراء ويسد ويد أنت لكن نجا مجتمعنا الصومالية مجتمعنا الصوماليات أرين تا وحينا أهل سيسي إن دولة دي أما سدلكي من نماذي إلي لحظة كبعضه بالمناسبة وأن قبل يدوي وحكالة وشرملة ومجرد كفان يو قبيل وقبيالة دلكي دينتي أمدي استعليت حقدي نبي عمر كل صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين هدويا وحذر كيسادات كمؤمنين تا في توادهم سيسوش عليهم وتراحمهم سيسون حريصانيا وتعاطفهم سيسدر يليان كمثل الجسد الواحد شركة وكلية أي مؤمنين تلمدهين أو شركي ولا كلك حيي بقول قبل بالك نجي بقول حلو ليه ساس يعني أدو حتى كانت عندنا كانت هاي معنا مركة شركي مسلمين توال جوجوي أو وال بابي وانا قبيله هذا كفر حمايان يعني ابدا بالعكس نبكي كفر حيان كلام نبكي كلام يقول مركز عليه السلام ولا تحاسدوا هيس حسدنا ولا تباغضوا هيس عروننا وكونوا عباد الله اخوانا ولا لي الضم الهي ام ولا استعل نقضه حال يدي اسخلاف كلتغا اسكفر حدبكينا اس حسد وحاسودن وحي كدشين وحاسودن وحي كدشين تعصبات تعصبك يو ورضا يو قبيلك يو وحي لم يا ديغانده يو ديغانده marka in daweeshan si doona laakin inta aan nasiinin waxaan rabaa in aad nood u istaagto ya ka faa'iideysanaya cidda ka faa'iideysanaysa maanta faa'iido ka helaysa arinta dhacday iyo ma taqaana in taageeraha indhaha iyo tacaswaha natiijada ka dhalatay ya faa'iideeda ya ka faa'iideysanaya waxa ka faa'iideysanaya قف كستا أو مدان عب يا كفى السنين عدو كستا أو تعل شبكنا باب هنا دين حمانت هنا إن الدين تنا كتقنو أن ضد ما دنا كتقنو أو أينو بابان أو ما جعل نهاس نقدو يا كفى السنين وحنقول شيء يا قصة عدي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نيل نشري شاس ابن قيس ني يهودي وها يهودي هي مدينة وها waxay ku haysan jiray yahuud reer madiina aw si khazrad in iskoor keenan oo ay hadii jir iskhilaafsiyeen maalin buhaarkay ansaar oo intee ka tagtay aw si khazrad magacii laga gooyay ansaar loo bixiyo walaalo aad soo jacal buhaarkay la soo faristay waan rag u yiqiinay eeshal is dilay eeshal isku dhacay markaas arintii buu ka xumaaday ninkii yahuudiga wuxuu yiri horta waxaan idin weydiiyay yoomu bu'aath maalinki bu'aath loo jiray horta nasriga ee guusha ayaa yaal haabuuri waa dagaal dhaxmaray aws iyo khazraj bar hore nimba wuxuu yiri kamid aws kamid wuxuu yiri walaalahanu marka walaalahu leh walaalahanu anaga barigi ka yar magars anaga guushna raacday buuri ki kale wuxuu yiri maya idin ma raacine anaga raacday
نبي وكيل صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم ما هدا الجاهلية كل نقطتين أنا إذا لشوا إذا يا كفى هذه السنة هنا يهودا كفى هذه السنة من أنت من نمضاضي وح كفى هذه السنة كوا خائنين تا كوا الله بهنا مفروض إن أي نقضان أما كرمنال كوه جرائم تمجتمع دفير دلك الرجل حركة ضدنا حبس كتيرة ضد كيبا وحي هذه السنة يعني وضد مجرمين طبعا والمجرمين بيا جابا وضد نبوذة نبوذة ياله مجتمع عن من نما إسلام نما كوي وحي هلان كان يسوين بهلان دكتور أدور هلا أنت معناها موضوع عن كبحن هل كاس بوينت كاس ضد عشان تقي صدق مورن كرنا يعني ضد كصومالي ذا أنت ميرك ميل سوي ما دام فرق كدر هذا لقى حد لا يوحي عليها عواطف تي قوائش هذا قال كودي يوحي على الاسكود يديه وحافين على لقى حد لا يوحي على فربنا ومضوا كوا حيسو وناجا سي مضوا شو سووا دواتو هل كان مكة قالن كرتان بالحقيقة الله يجزيك خير شيخ محمد واستنباط وانا كسوي لأنه محايا لي قفكم مركا قار كود محمد تليا دور شاس ابن قيس دور كيسيب وقفكم تليا نيكي يهودي قاها اسكهر كاني مؤمنين تا انصار اسكو دري يسوغو مركا قار كود انو غين انو دور كان متليا نيكا صوماليقا انتو فردو كدور يما دو قبيل كالاويرر يسو دادك وكعيو اما ها اوغادو اما يونو اوغانين وحو متليا دور فول حبو متليا يوم القيامة والويدين يوم القيامة والويدين لا شكنا إلهي وحوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فيري وحاد كتر هذا ضدك مؤمنين تي هشاقا لحظوظ وحو ناكسا محاد حمان وشيه كأو ناكسا كأو ناكسا هشاقا إذن وحويان مركو قفكو انتو يمادو ومسلم وسوتو كذي هل كانوا يمانا يا وكشا كان يا دغال كي ريهب لها يا ريهب الكرنا عاية بريغا مركا صوماها إنو متري الدور كي شاس ابن قيس وكرنا سميي أنصار وكرنا سميي ودورين وكرنا سميي نيو محمد با تشوغا صلى الله عليه وسلم هذا ما تيا تشوغا نيو محمد با وحي كسو دقي وكالفريسي وقبوتي ما تيا ورثت علماء دي حقيقة يعني مجتمع بكم من دغدين يعني علماء دي في عينهين وهذا واحد اللغو بدبادي واللغو صعود وعلماء دي يهل دينك إن كستا وخليني أنا لهذا دور كي الله بهنا يعني ولاد با الله قشي يقبري فقيها أنت أسكول أحد رسده بحالي فقيها وحالي لي الله بير قشي مركز حكم وحالي الحكم بالي وحالي مركز سول بيرتا لو ذكر عنتي حكم كذا وحوي بورين تقول سأو توتشي وإن البحية مسجاء مهرور بحية وشابوري مقابل يعني وحي بيرتا ك كعونين أي كعونين مركز سو حالي بالي لو ذي نبيهيد مركز سو وش انتو سحبوري لا تشيفيانا بنا بردوغو إلا سحي أشا هل عطوا بحنيزة هل عطوا بحنيزة ماله علماء واسع لكن العلماء تضبر وأهل الخير ومخلصين وصالحين كم مرة لكن لا شك نوع عسو كم مرة لأنه حكوك دليلة خطرت على هذا هاي يدب كنت ليك هاي يدقنين تلقى دقائي أنا وحنا مسنا هاي إن يسول لك من بعد دا وضيشان فرصة سينا إن شاء الله وحنا كو عسان إن قفك أوه رينا سوعة إنه نقال السعودة تلفونك أو تي في إسكا قابيو شو أشي سامة تلدي سنة أوه ريك سو قد بيو إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام شيخ ها مقاول ألو علي أحمد عمر شوال ليرا دا وحن كفا هلا يا مرد ها أحمد هاي برامج كم حتكم برنا أحمد هو وحن كفا قويدين لها أداتي دين تامي بنتي قويدين هيا يعني كلا دنبنت علماء قاسم ويدين هيا شيخ معنا أداتي دين تايو وحن عادات الدين كان وزيرة يا يعني كردم بنتي المادي وويند والوقت علينا يمية لفتح يعني أوكي إن شاء الله أدب أمها سنتهي ونقل سعوتي فيك الشيخ وكاي جواب دونا إن شاء الله ها قفك حقا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ها ولا المقعة ورا المقعة يقول حليل لما كبت سامريت هاي حقا نوش وعيسا لندن أيش برنامجكم حتكون بيرن لهيد برنامجكم وحنا لقوا بير ذي وإذا كان سؤال يرفض ويدين ويدين كرا برنامجكم موضوع عن كهال لأنه ما أنت وحويان تغيير ذا إنها لا تغيير يو أما قبيلك أما أورورا
dhibaatooyada ay ku leedahay bulshada. Mintaa wax ma ku biiran lahayd ama su'aal la xiriira ma weydiinaysaa? ما يسألي رديني أنا ويدي أدوه ما سنتها إن شاء الله برامج جيدة كلا يسوع فضو المدوه إن شاء الله يعني قفك قدن بيها فرصة سنينا داو دا ياشي قفك قدن بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعلا مقع ولا لي أنا فكر كي قد يبطان ربا مقع ولا لي مقع إيه هو يسوى مالي يغان عن لندن شوكتا هاي سود كسود ولا لي وكدوي وحان ربا أنت مرك أول رئيس سويل كوريا وشو يري مقايدة على الوفة دهد كدريرا يدو قبيلة صبوت قرينا يو مارت أورورو لكن آنيقا وحان بئس لايا يهوغ يهلاق يفد كدرير فايرس كا ومدى منت كيبا انتاس قارسينا يماشا لغو قيبية وإذا عده كو لمبر وان لمبر تو وحان لايا علوم مدى إلهي موي دينا يميا كو دتك كلا فقوقية او محاكو ارادايا فدراليسم يا بلايادا يا مصيبادا صدح يا لاباتن كيسانا او لصوم مري ما انت صومالي ماشي تاقن تاي ولقد ما استاقن كواس ميانا العلومات وفد واني او دهي نو الربيقين كباقا ومدها كلا قينينا او ايسان ربدون تسيدا يقول ربدون ايان مركي عبارتو كل عضي ميانا تاس يقول ربدون انو الهي حقا ومدى تصوي دتك مسؤولك اسكو شيغي يا ومدى في النظا يا كالاتورك يا مصيبة إلا إكادة يا والويدين يا غفل بانقايد أسأل لقلين يا ميانا نهاين علوم مدو إني دور كاسقاطان وهو استاغان والربيجي ني إذن أبورتك بغا أمدي أمدى كرا جينينا وإذا عدى هدي قارسي كلام أشيغان وهدي كو ملحو اسكو شيغان ما قبل هاتشوغان ما قيدة شوغان أشيغان ميانا هاين ساسوي شيغ مدان ويدين يا علوم مدى سميانا هاين خلاص عصير إرهاس كان بوين واتشوغان ملا مساتيزاين دادك يا حاسسك يا وفد وضان ويفعين ويشاغان غيرك ويفعين لكن بناك اللي لسو استاغان ودهان ربقين كبقاكو ومدى باب بإينا يا ميسان حين أدبا أم حسن طولان أدبا كوم هذا إن فكرة دادا سقيمة بضان إن كستوء ماتقانا إن رنتي موضوع قوارو كهاش ولا حريرة ميال كستوء دادك لقراها اللي إن في عانتها إن وناق خيرك لغا شاقة مر بوحي حمان ومدك الجنية اللي danki duuna noqoto ama idaacad ama fadhi ku dir ama meel la isugu yimaado dhanba marka waxaan rabaa sheekh barnaamijkeena hadda macnaha waan dadkan wa taariikhno ta inshaallah laakiin waxaan rabaa inaan aan qaabka lagu daweyn karo dadkaas macnaha taageerada in dhaxla ama tacsubkaas ama maradka noocaas oo kala maxaad isu oran kartaa waa lagu daweyn karaa si ma taqaana dadku uga faa'iistaan daawada shaqeemaha badan oo أرتا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أرنتا وجو مهم سنة حويد صوارد ما دام أن مجتمع مسلمة ودق إنه يقول دين حقيقة كل باب كدين تا يعني كبلا بينا وحوجو لودا وين كرواي ضد كل هيك عبسان سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحوله هي يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مركا يعني فهمان ميزان كضدكو إلهي سبحانه وتعالى يوكل الرويهين وميزان كعبصد إلهي ويان ميزان أرور ماها ميزان قبيلنا ماها مارك قفك مؤمن دونية إنو ربي سبحانه وتعالى وهلورها لهنشيه سا يجنة ديسا يفضي جيسا وإنو أتعصب دين تيسا إيو عدالة إيو خيرك وكفو قادو تاقير لغهلا لغهلا وكفو قادو ومدوه الرسوي لأنه محايا لي قفك أتعصبا نبي حديث حوشي صلى الله عليه وسلم وريم محمد إمام مسلم أو نبي لقشك صلى الله عليه وسلم نبي وقت يسالي ويديي لابا نبا وحالي لي صفانتي نبا وحوران وحانهي إن هبل وري هبل أدو وياتهي هو يدا واي كيكا لا وحوري وحانهي إن هبل إيا إن هبل إيا إن إسلام وصيدو لها سلمان الفارسي أبي الإسلام لا أبل لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي أو إسلام قبيلة ذو إسلام كامر كفانان بني تميمي بني قيس عربي أوري مركز النبي وحكشة كيس عصر النبي وحكشة كحول عهد النبي موسى أي الله بني صفان تنين بوحولي أنا وحنا إني هبلي إني هبل سجال أضيب وتري كي كان الحول وحنا إني هبلي إني هبل سيم مجيء سيم مجيء عبيه بشري يمجع عن إسلام صدق إسلام كرهي إلهي وحولي kaa waxaad ku tiraahdaa yidi sagaalka oday tiriyay sagaalka oday naartay ku jiraan adigu la toban bad ku tahay ki labada tiriyay islaamkana saddex ka dhiga wuxuu yiri labadaas jannada ku jirtaan adiguna saddex bad ka tahay
marka inaad ogaato qofka ku faanaya ee ka dhigtay diin diintu waa maxay waa dhaqan diinta lagu sheegay dhan deydana dayaan waa dhaqan qofka ku dhaqmaya qabiil dad baa jira habeenka ku soo toosa oo ku seexda oo u soo jeeda oo lacagta ku bixiya wax raado qabyaalad wax kale baan ka shaqeynay marka diin bay u noqotay marka diin bay u noqotay diinka afkan wuxuu ka sheegay wuxuu ku leeyahay diin marka waxa weey diintu waa waxad ku dhaqanto ee tacashahay ee waqtiga marka waxa weey taas waa ko waqtigi ba maartay marka bida koobaad waa inay ka tagaan cabsida ilaahay inay cabsida ilaahay horta waa inay ay badiyaan ay badiyaan hay laba thaniyan waa inay fahmaan anu waxaan ila afar nimcaan ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala waa aan afar nimc ilaahay umada soomaaliyeensi afartan nimay afarta kalaba waxa ku soo gabagabeyn doontaa marka laakiin midda kale waxa weeyaan waa inaan fahanno mafasida iyo masaa'ibta ay inoo keentay hata masalix ya akhi masalix dadka diin oo hada masalix buu noqday maxay qabyaalada inoo keentay oo maslaxa geeri qubuur badan nacayb xiqdi kala tagniin baaba karaamo darno qofku waa inuu fikiro maxay inuu ka faa'iideysanay bal hal sifo keen oo qof kasta ha ka fikiro ummadda soomaaliyeed qabyaalad ama xisbi la taageero lagu oo maal xaq looga booda ama qabiil la taageeray maxay inuu keentay idan waa maslaxadii oo dhan bay ka soo horjeedaa noloshii oo dhan bay ka soo horjeedaa ihaanay inoo samaysay away gabdhaheenii away gabdhaheenii sharafta laa awood dumarkeenii intaa bad cuntay imisuu cunay magaransahay imisa baaba ay noqotay marka xawayaan war waa ihaano ee aan ka tagno war waa diin xumo ee aan ka tagno war waa baaba ee aan ka tagno war waa waxa weeyaan gaadiidka uu soo raacayo cadowgeena aan ka tagno waa gaadiidka uu soo raacayo shaydaanku ee diinteen rabo inuu baabiyo aan ka tagno waa wada jahannabe aan ka tagno waa wada naareed weeye waa wada naareed aan ka tagno intaas marka macnaha aan fiirino taageerada indhahale ee qabiilka oo tiri maart mid u horeysa inaa karba ku cunda la adqaa ku mooy oo qabiilka inaan xaggaa la fiirinay la fiiriyo qofka oo iyo tilmaamahaas maxaad oran lahayd qofka uu taageeray indhala taageeraya urur oo u arka isaga keliyat inuu xag ku tagan yahay wixii ka soo harina kaa maxaad dhihilaysa waa looga baahan in uu fahmo isaga laftiisu ururka hadduu yahay tacaawun hadda waxaa jira yacni dad baa yidhi aan waxaan horta hadafka urur maxaa loo sameeyaa markuu diin yahay soomaaha ilahi wuxuu ley subxana wa tacala watacaawanuu cala albiri wataqwa nin mujtamaca gaaleynayma ninkii yaa muslimiintu way gaaloobeen isaga ayaa magarasaayay khadka ka baxaya lanu maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi sal slam man qaala anu ana almuslimiina halakuu fahuwa ahlakuhum dadku mayna halaagsamin macnaata waxay arrintu ahayd soo maaha in ilaahay darti laisu kaalmaysto taa macnaheedu maaha inaantaad xaqa ka boodaa tiraa ana ururkayga unbaa xa ku tagan inta kalena badda ha gasho maida lafteed waa nafsal wada weyn waa nafsa wada weeyaan diintaadii wax badan yeelaysaa xaq iyo garsoorkii baad ka fogaanaysaa waxaad ka fogaanaysaa walaalnimadii quwada inama almuminuuna ikhwa tara almuminiina fii tawaadum axaadiis oo dhan baad khilaafaysaa bimacnaa waxaad sheeganaysa markaa hadduu ahaa inaad ku gaadho rida araxmaan raallahansha ilaahay subxaana wa tacaala iyo janno ma haysad waddadii akhi waddadii waad ka baydhay barnaamijkii marka gabagaba maraya marka adigoo soo koobaya maxaad afarta nimco ilaahay ummadda u siiyey ilaahay afar bay ku bedesheen maxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeed afar nimco u siiyey afar kale oo afar cagsigeedana way ku bedeleen ilaahay subxana wa tacala awalan wuxuu leeyahay subxana wa tacaala alam tara ila aladiina badaluu nicmat allah wa axalluu qowmahum daara albawaar miyaada arkin kuwa nimcadii ilaahay siiyey ku bedelay shar ku bedelay quraysh bay kusoo degtay baa la yihahdaa marka awala nicmato ilahay nimcada koowaad na siiyey waa nicmat lislaam bal caalamka waxaa ka taagan de diimaan lasuuda khilaafsan lasu laynaya waa muslim baynu wada nahay waa midda koowaad muctaqadkii xataa caqiidadii hal madhab baynu nahay iyo hal ahlu sunna wada nahay shiica malihin fiir waxaa ka socda caalamka hadda shiicada iyo sunnada balaaya dhacaysa waa nimco labaad waxdat lard dhul midaysan oo midu ilaahay na siiyey subxana wa tacaala waa nimco kale nicmada luqada ama jirka ama isu ekaanta hal af oo laysku fahm nin soomaali lagaaga turjumi maayo ofers dowladaha jaarka dadka jaarka soomaalida jaarka leeyihiin lixdan luqo toddobaatan luqo afar nimcu ilahay siiy maxaa lagu bedelay afar musiibaa lagu bedelay kow waxaa lagu bedelay inaynu markii caalamkii u fiiso caalamka o dhan hadda takatul waa laysu wada imanaya yurub baa wada midoobaysa intaasoo ku islaayay inagu waan kala tagnay waan kala tagnay waa akhru zaman
قبل يدو وجهل يتو واحد بدعوي ودي بصعد نبا يعني حتى قفك عاقل كين وقبيل تاجر إنه لو قبيل تاجر إنه قبيلة دتكو عالم كله جتري دتكو حي وتعصبان قومي ذي دي يوضن يو وواحد لجتري يبان كنا قني والله بوا واحد نجا جارن وقوي استعمار ك لجا حروبي قرما استعمار لجا حروب دم بيس أفريقيا هذا اللي حدا ميجي دولته دم بيه حروبين qarnigii 19aad baan u isticmaalay ku soo celinay halkeen waa la haystaa meel kasta dad baa haysta kala oo ajaniba waa waxaan inaga cidna la qabtaa ma jirto afar afar wadanka nacabne wadankeen ummaduhu waxay ku dhintaan oo rag dadka loo laaya wadan jacayl qof ma wadanka tuulada degantay ma waa ummadada iyo mujtamaacagu intay degan yihiin Soomaa tiina waa nacnay waxa laga yaaba inuu yiraahdo mar uu iga bixi fursad waxa waxa hadda qaxootiga dadku inuu mar uu ka baxay hata inay badal cunto ayuu ka fadlayaa inuu dalkiisii hooyo ee uu ku dhashay uu joogo hata federada insaanka caadiga khilaafsantay wax ka yar marka daqiiqado soo koobay maxaad oranayd gabadhii taaliiqa bixiseena soo wacday lan dhanaad gabadha xulumada xulumada ka hadashay gabadhaasi wax khair bay ku hadashay ilaahay khair siiyo subhanahu wa ta'ala maxay yeelay anaftu aniga hormariyay ilmu xaal ba jira war mujtamaa kolka waxa hadii jeer lagu tirkiis kala saara oo daacad la saara ونبي محمد صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده قف كم منكر ركو غانت هذا كبدل فان لم يستطع فباللسان هو دولد دليل دولد سلطان يا ودي باللسان يقعوا لماذا يا ددك دعاده يا مصلحين تين عربكم كبدل اذا هديت منكرك اوغ وين امدينا بابي هديت قبيالد تاغيرين دلا وأنا دتك علم هذا إلهي كعب صدام وأنت غير قبل هذا الكذب وهذا الصح هذا وهذا الواحد اللي جانا نقدم له إن لقاب ليه أولوية ذا لصية إن أريت على رضا قالهم يركي أحمد نيروبي أدابتي مين لقيت علم هذا احترامك يوم حد أدابته هذا وماركو أداب علمه وهذا اللي جت غي إني أزمة ذوي إنها ستكملتها وماركو بالعكس وحلا جاي أبا حتى مبالغات كا إنه ضد حالنا هاي راح حات كمان قانو وقفكو وحبو أما تاجر أما نعتان أن لهين راح حات أما شاعل راح حات لهين بان مجتمع إنه لذا ما نق راح حات ما نقان قفكو أما حلو بو شاعل يسقون حدود سمينين أما حلو بو نعيا يسقون حدود سمينين راح حات كمان قانو مركز هذا ردد علماء إن الاحترام يهودين كوار واجب ويان ويوادد كي رسالة حبار صنع يجنا دور خذين قطان وضادة يا سلاطين تدكو حونك هاي يعلموا هدي حنونانا استمعوا هنوني هدي يفسه هذانا ويفسه هذه مركب حلينا هاي إله علم هذا لفت الله إصلاحيه الدين كالله إصلاحي وابن آدم ويقف كان الله إصلاحي وكان كالله إصلاحيه بإصلاحهم بمجتمع إن شاء الله كل إصلاحي إله نتاسع كبري سبحانه وتعالى أدي أدب أم حسنت هاي نسأل الله يجعل في ميزان حسناتك وأنكم هذا لنا وعن كلام هذا قال لنا دوا شقيمها بدن تي في كان صومالي جنا الكوان صوعي يكون صورت قلوا ذي إننا سواء عن حان كلهم هذ بلعنوا علينا فرس مقالنا برنامجك محمد ياري أنت عن كاكل مدونا برنامجك أوكله ومحمد شيخ هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.